انا شفت قسوة من اخواتي وفي حياتي ما حدش شافها في الدنيا. ليه بس كده؟ وشفت اسوأ معاملة وضرب ليا ولامي. من اخواتك ومع امك كمان؟ اه بيعاقبوها عشان هي تزوجت ولد. اه انتوا مش شقة؟ نعم. انتوا شقة؟ لا من ام. انا واختي، بس اختي توفاها الله. الله يرحمه. من الضرب والإهانة والقسوة. طب هما بيعملوا لكم ايه؟ ضرب وإهانة عشان أمي تزوجت والدي توفى وبهدلونا آخر بهدلة. حاولت إن أنا أشتغل عشان أصرف على أمي. كل ما أشتغل في مكان يروحوا المكان يبهدلوني عشان أسيب الشغل، عشان ما حاولش إن أنا أتعامل مع نفسي وأجهز نفسي وأصرف على والدتي. حاولت بشتى الطرق، كل الناس تقول لي اعمل لهم محضر في الاسم. امي قالت لي لا ما ينفعش، سيبيهم لربنا. انا نفسيتي تعبت خالص يا مدام لمياء. كل ما كان يجي لي عريس يطفشوه ويقولوا له لا ما ينفعش. هما انتوا ساكنين مع بعض يعني ولا ايه؟ لا مش ساكنين مع بعض، بس انا اللي متوليه والدتي لغايه ما تزوجت. تمام. انت اتجوزتي؟ انا اتجوزت من 12 سنه. تمام. نفسيتي تعبانة جدا جدا يا مدام لمياء. طب ليه؟ وانا اللي شايلة والدتي. حاولت بشتى الطرق ان انا احاول ان انا اصلح واعمل كل الاساليب اللي في الدنيا كلها. انا طالبة من حضرتك طلبين، دول اول حاجة عقابهم ايه عند ربنا. حاضر الشيخ هيرضى. تاني حاجة انا بقالي 12 سنة نفسيتي تعبانة من اول ما اتجوزت، ومحتاجة عملية حقن مجهري لأني أنا ما حصلش ليا إن أنا خلفت. فنفسي ربنا يعوض صبري خير على اللي أنا شفته. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بنشد أهل الخير أي حد يحاول يعمل لي العملية دي، لأني أنا تعبت في حياتي جدا. حاضر. أرجوك يا مدام لمياء ما تسيبنيش. أرجوك. حاضر. ربنا كبير إن شاء الله. حاضر حاضر. هستأذنك. أنا عايزة أشوف عقابهم إيه عند ربنا. فضلت الشيخ يصبرني بأي كلمة. حاضر حاضر حاضر. هستأذنك بس سيبلنا بس رقم تليفونك في الكنترول وربنا يكرم ان شاء الله ويرضيكي باذن الله. طيب حضرتك بقى وجه لهم بقى كلمه. والله خليني اقول لك السامع من واحد ظالم فلا ادري، لكن انا عايز اقول رساله للناس كلها لان الموضوع ده كثر جدا. اللي عنده اخت مطلقه، اللي عنده بنت مطلقه، اللي ليه ام مطلقه، انت حضرتك لا انت واصي عليها ولا انت وليها ولا انت القائم على امرها ابدا. انت ربنا سبحانه وتعالى جعلك يد تحنو عليها وتربط عليها برفق وحنان. فلما تجيب لك واحد صالح عنده دين بلاش تعقد الامور، لان ابواب الحرام كثرت. فافتحوا ابواب الحلال ولا تغلقوا ابواب الحلال حتى لا تفتح ابواب الحرام. بس ده هي كمان مشكلتها دلوقتي اكبر من هي خلاص اتجوزت. الامر الثاني احنا مناش حاجة عشان نعاقب الناس. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الامر الثالث ليكي انت اختي الكريمة، انا دايما بقول كلمة لمن فجر وتكبر وتجبر، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في واحد تقعد تقول له قال الله وقال الرسول ما يسمعش، لكن اول ما تروح تعمل له محضر ويجي له امين شرطة هو بيخاف جدا من امين الشرطة أكتر من خوفه من قال الله وقال رسول الله. فأنا بنصحك إن عادوا مرة ثانية إلجأي للسلطان لعل الله يزع به ما لا يزع بالكلم الطيب والقول اللطيف، وادعي ربنا إن ربنا يهديهم ويصلح حالهم. وخلي أمك تدعي كده في جوف الليل إن ربنا يهديهم ويصلح حالهم، وإن شاء الله ربنا يرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسبي. ربنا يفتح لك الأبواب ويرضيك من عنده بالذكور والإناث إن شاء الله. أمين. ربنا يرضيها يا رب. إيمان. أيوه. اتفضلي يا إيمان. أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا أستاذة إيمان؟ يا أستاذة